الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي مقدار من المال فرضه الله في أموال الأغنياء لمن يستحقهم الفقراء وغيرهم، حكمها واجب. فضائلها أنها تطفئ غضب الرب، وتمحو الخطيئة، وتدفع البلايا عن المسلم، وسببا في الزيادة والبركة، وتطهر المال الذي من أين اكتسبه، وأيضا سبب من أسباب دخول الجنة، وأيضا سببا في تكافل المجتمع. أنواع الزكاة: 1. زكاة الأوراق المالية. 2. زكاة الودائع البنكية. 3. زكاة الذهب والفضة. 4. زكاة الزروع والثمار. 5. زكاة العروض التجارية مثل السوبر ماركت أو المحل التجاري، فوجب عليه الزكاة. وأخيرا زكاة الأنعام من البقر والغنم والإبل. إذا حال عليها الحول القمري وهو مدته 354 يوم فوجبت الزكاة.